مساء الخير مشاهدينا واهلا بكم الى موعد الخامسه للاخبار. نستهل النشر بما افاد به عضو اللجنه العلميه لمجابهه فيروس كورونا الدكتور رياض دغفوس اليوم في تصريح لوكاله تونس افريقيا للانباء بان السلطه الصحيه في تونس ستتجنب استعمال لقاح جونسون اند جونسون بعد ان اصدرت اداره الغذاء والدواء الامريكيه امس توصيه بالحد من استخدام لقاح جونسون اند جونسون المضاد لفيروس كورونا بسبب مضاعفات. مقلقة من بينها تخثر الدم. وأشار دغفوس أنه لا يمكن استعمال لقاح جونسون آند جونسون إلا بطلب من المواطنين أنفسهم. كما كشف دغفوس أنه لم يقع في تونس تسجيل حالات تخثر دم الناتجة عن استعمال لقاح جونسون آند جونسون، مبينا أن تونس استعملت مليون وثلاثمائة ألف جرعة فقط من هذا النوع من اللقاح منذ ظهور جائحة كورونا.